بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دروس من سورة الحجرات لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ففي مقدمة لقائي بأحبتي أود أن ننبه أننا في حاجة إلى أن نشكر القائمين على هذا المسجد، وأن نشكر كذلك وزارة الشؤون الإسلامية على إقامة مثل هذه الدورات الطيبة لما فيها من التوجيه والتربية والتأصيل والرجعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجزى الله القائمين خير الجزاء، ونسأل الله أن يثيبهم وأن يجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهه. أقول لأحبتي إني إذ أتأمل هذه السورة أشعر بأننا لن نستوفيها إطلاقاً في محاضرة ولا محاضرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، بل هي تحتاج إلى عشر محاضرات متوالية، لأنها سلاسل وآداب ذكرها الله في كتابه، فإذا درست بشيء من العمق تحتاج إلى وقت طويل. ولكني أقول قصاراها خواطر سريعة حول هذه السورة العظيمة. إخوتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا القرآن هو الحبل المتين، وجعل هذا القرآن هو النور المبين والصراط المستقيم، جعله الله عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه ومن سار على نهجه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كيف لا وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إن ربنا سبحانه وتعالى قد ضمن لمن تمسك بهذا الكتاب ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة، والله سبحانه وتعالى قد قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونعوذ بالله أن نكون من القوم الذين ينسون في الدنيا وفي الآخرة. إن الله سبحانه وتعالى قد ضمن في هذا الكتاب كل ما تحتاجه البشرية في أمور دنياها وآخرتها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. وإن مما نتأمله في هذا الكتاب هي هذه السورة العظيمة، تلك السورة التي أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربي، هذه السورة ليست من السور الطوال، وإنما هي سورة قصيرة آياتها لا تتجاوز 18 آية، ولكنها مع قلة آياتها تضمنت لمعاني كبيرة، واشتملت على حقائق عظيمة، اشتملت على العقيدة والشريعة، اشتملت تبين وحدة الإنسانية والبشرية،
واشتملت على آداب الإسلام كلها صغيرها وكبيرها. سبحان ربي، هذه السورة نزلت في مكة، نزلت في المدينة، لم تتجاوز آياتها 18 آية، إلا أنك لا تكاد تنتقل من آية إلى آية إلا وتشعر بأوامر تؤمر بها وبأمور عظيمة توجه بها، سواء كان يوجه الفرد أو المجتمع بأكمله. هذه السورة اشتملت على أصول وعلى مبادئ وعلى مناهج قدمت بالأدب مع الله والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع الإنسان مع نفسه، وأدب الإنسان مع غيره، لأن المسلم في هذا المجتمع يعيش فرداً فيه كالبنيان يشد بعضه بعضاً. ما أحوج المسلمين في هذا العصر وأهل الإسلام كلهم إلى هذه السورة ليترجموها سلوكاً عملياً. إني أتأمل فأجد محورها يدور حول 4 أمور. أولها ربط المسلم بقضية ضخمة مهمة، إنها قضية الإيمان، إذ ذكر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا منوعة في هذه السورة في 5 مواضع، ويأتي يبين قضية الإيمان أنها منحة ربانية من عند الله تعالى، وليس الإنسان هو الذي يأتي به من لدن نفسه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم، هدانا لهذا الإيمان. وأهل الجنة إذ يدخلون الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الهداية للإيمان لا توازيها هداية، نعم الله تترى علينا متوالية، والله قد قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم نعمة آتاها الله العبد أن هداه لهذا الإيمان، وأن حببه إليه وزينه في قلبه، وأن جعله ممن يسير على صراط الله وطريقه المستقيم. العنصر الآخر إنها التقوى، وسبحان ربي إني أتأمل قضية التقوى تأملاً عجيباً، فأجد أنها وردت في هذا الكتاب في هذه السورة في 5 مواضع كذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، جاءت في آيات عديدة تأمر بتقوى الله على وجه العموم، ولكنها في هذه السورة وردت في 5 مواضع تأمر المسلم بقضية تقوى الله. أولها واتقوا الله إن الله سميع عليم، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا الله إن الله تواب رحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويرسى هذا المعلم وسنقف معه وقفات. ولماذا يركز على قضية التقوى؟ لأن التقوى هو ثمرة الإيمان، وهو الترجمة الحقيقية لالتزام الإنسان بدينه والتمسك به. ويصبح المسلم يتأمل معلم التقوى تأملاً عجيباً في هذه الآيات، ويقرن بعد كل حدث في أدب من آداب الإسلام يلزم به، يقال له اتق الله اتق الله اتق الله. ونعوذ بالله أن نكون من قوم إذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم، فحسبهم جهنم. نعوذ بالله أن يستكبر الإنسان على شرع الله وعلى دينه. العنصر الثالث إنه بيان خطر اللسان، وأن الإنسان بلسانه يقع في المهالك صغيرها وكبيرها. كيف لا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي بعض الروايات يكتب الله عليه بها سخطه إلى أن يلقى. ونعوذ بالله أن نكون من قوم يطلقون ألسنتهم لا يعبؤون بشيء. وتأتي يا أيها الذين آمنوا في مقدمتها لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، كل هذه باللسان، لا يغتب بعضكم بعضا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، سوء الظن، اللمز، التنابز بالألقاب، إلى غيرها. أمرنا الإسلام دائما بقضية حفظ اللسان،
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، والنبأ لا يكون إلا عن طريق اللسان، فجاء قد مبينا أن اللسان خطره عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وهنيئا لقوم سجنوا ألسنتهم إلا في طاعة الله فلم يخرجوها، وكانت لهم الثمار اليانعة والأجور العظيمة. أتأمل وأنا أسمع قراءة أخي لبعض الآيات، وأظنه عنصرا مهما أختم به، إنه تربية الناس على رقابة الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى المطلع على كل شيء. في أول الآيات: إن الله سميع عليم. وفيها في أثنائها جاءت قضية أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء والله عليم حكيم، وتأتي في آخرها أمرا ينبه عليه: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم غيب والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وفي الختام يعلن أن الله هو المطلع على كل شيء. ولما كان الإيمان قلبيا والتقوى قلبية بين للناس أن الله هو المطلع، فلا حاجة لأن تخرج عملك للناس ليطلعوا عليه، لأن الله هو الذي يعلم كل شيء. وختمت بآية عظيمة لإرساء هذا المعلم، وأن الله هو المراقب لكل شيء والعالم به: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. إذا أرسي هذا المعلم في قلوب المؤمنين ساروا على صراط الله، يراقبون الله في كل صغير وكبير من أمور حياتهم. تلك معالم عامة لهذه السورة، وتركزت على هذه الأصول الأربعة، وإن كنت أقول ليست للحصر لكنها استنتاجات سريعة. ننطلق انطلاقة يسيرة لبعض من الآيات، نقف معها وقفات سريعة وإن كنا لا ندعي الحصر في هذه الآيات التي سنذكرها. بدأت أولا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ذاك أدب عظيم وأدب جم ضخم ترسى للأمة المسلمة إلى قيام الساعة. ولئن كانت الآية نزلت نزولا يخاطب به الصحابة رضي الله عنهم لأنهم عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جعل للأمة إلى قيام الساعة، أن الواجب على المسلمين ألا يقترحوا على الله ورسوله اقتراحا خاصا بأنفسهم، وألا يقولوا في قضية معينة: لو كان الله قال كذا لكان خيرا، لو كان رسول الله بين أظهرنا لجاءنا بحكم آخر غير الحكم، كما يدعيه بعض ممن يرون التجديد في شرع الله تعالى، ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو عاش في هذا العصر الذي بلغ الناس فيه عنان السماء وبلغ الناس فيه القمر وحصل لهم ما حصل من الأمور من التقدم وغيره، لغير شريعته التي كانت من قبل أيام الصحابة إذ كانوا على البعير ويرعون الشاة، وإذ كانوا في الخيمة ويروون الماء وغيره. نقول: رويدكم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. ويعطينا معلما: إن الذين يأتون بالقوانين الوضعية ويعملون بها ويرون أنها أولى بإقامتها وتحكيمها بين الناس، إنهم يتقدمون بين يدي الله ورسوله. ويبين أن التقدم بين يدي الله ورسوله إنه قول على الله بغير علم، وإنه كذلك عمل من عمل الشيطان. والله يقول لنا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لقد حرم الإسلام علينا أن نقول على الله بغير علم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وسبحان الله،
لما نزلت هذه الآية تأدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله ورسوله، فما عاد أحد منهم يقترح بين يدي الله ورسوله أبدا، وما عاد قائل منهم يقول الله إطلاقا، يقول قولا لله ولرسوله، بل يمسكون ويسكتون حتى يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم خشية التقدم بين يدي الله ورسوله. عجبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا في حجة الوداع يسألهم النبي كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم في حجة الوداع في الخطبة يسألهم أي يوم هذا، والصحابة يعلمون أنه يوم النحر، قالوا الله ورسوله أعلم. يسألهم النبي أي بلد هذا، هم يعلمون أنها مكة، ولكنهم قالوا الله ورسوله أعلم، قالوا ظننا أن رسول الله سيسميها بغير اسمها. ثم يقول مبينا أمورا متعددة ليرسي لهم القاعدة وليتأدب الصحابة بين يدي الله ورسوله، فما كان لأحد منهم أن يقترح. اشتد نكير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على من اعترض وتقدم بين يدي الله ورسوله. سبحان ربي، ثبت في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، يعني إذا استأذنت الزوجة بحضور المسجد فلا يمنعها. قال بلال بن عبد الله وهو ابن لعبد الله والله لنمنعهن لأن الناس قد تغيرن. فأقبل عليه ابن عمر فسبه سبا شديدا، أقول قال رسول الله وتقول تمنعهن؟ من أنت حتى تعترض على أمر الله ورسوله؟ واشتد نكير ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه يأمرون بحج الإفراد حتى يكثر الزوار إلى بيت الله الحرام. كان ابن عباس يقول للناس إن رسول الله أمر بالتمتع، فيقول له الناس كيف تقول يا ابن عباس هذا الأمر، وأبو بكر وعمر يقولون إن الواجب الأولى بالمسلمين أن يحجوا مفردين. قال أقول قال رسول الله، ثم تقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. كيف تقولون تجعلون تقدموا قول أبي بكر وعمر بين يدي الله ورسوله؟ وهذا الحديث عظيم جدا يعطينا أنه لا ينبغي للمسلم أبدا أن يتقدم بين يدي الله ورسوله. أدب ثاني بعد هذا الأدب وهو قضية رفع الصوت. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك بأنه أعظم الأمة على الإطلاق، بل هو أعظم المعلمين والمربين على وجه الأرض كلها. وأمر الناس أن يتأدبوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم رفع الصوت. فوالدك تراه أنه قدوة، ما ينبغي لك أن ترفع صوتك فوق صوته. ولئن كان هذا الأدب مع الوالد ومع المعلم ومع المربي فلا أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. والسبب لأن نتيجة رفع الصوت أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لقد كان بعض الناس يرفعون أصواتهم بين يدي رسول الله، وذكروا أن بعض الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنها نزلت في بني تميم، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فرفعوا أصواتهم ينادون يا محمد يا محمد. فنزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وقيل إنها نزلت وهو الصحيح في أبي بكر وعمر. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله ورضي عنه والحديث في الصحيح، يقول كاد الخيران يعني أن يهلك أبو بكر وعمر رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قدم عليه ركب من بني تميم
فأشار أحدهم يعني أبو بكر أشار بأن يؤمر عليهم الأقرع بن حابس، وأشار الآخر برجل آخر فقال أبو وهو عمر أشار برجل آخر فقال أبو بكر لعمر: والله إنك ما تريد إلا خلافي يا عمر. فرفع عمر صوته قائلا: والله ما لست أريد معارضتك. فارتفعت أصواتهم فوق صوت النبي، نزل الأدب لأفضل أهل الأمة ليتأدبوا مع أفضل الأمة على الإطلاق، نزلت لتأديب أبي بكر وعمر لئلا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا يؤدب به الخيار فنحن من باب أولى أن نؤدب بهذا الأدب العظيم. يقول ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه بصوت منخفض. وأما أبو بكر رضي الله عنه فما كان يرفع صوته أبداً، بل كان يخفض صوته وكان لا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي الصرار، يعني بصوت مسر من باب الأدب مخافة أن تحبط أعماله. ثبت في الصحيح أن ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه وأرضاه كان خطيبا للأنصار، وكان يخطب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نزل الوفد ربما قال لثابت بن قيس: قم اخطب بين يديه. وكان صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رزقه الله صوتا جهوريا. ولما نزلت هذه الآية ذهب إلى بيته يبكي بكاء مرا، لأن صوته فوق صوت النبي، وخشي أن أعماله حابطة، فالقائل هو رب السماوات والأرض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. افتقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه فما وجد خبرا، قال أحد الصحابة: أنا آتيك بخبره يا رسول الله. فانطلق إليه هذا الرجل، فلما دخل عليه قال له بعد أن اعتزل، دخل عليه وجده يبكي منكسا رأسه، قال: إن رسول الله يسأل عنك. قال: أخبر رسول الله بأني من أهل النار وأني قد حبطت أعمالي لأن صوتي فوق صوت النبي. رجع هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن خبره، فقال: يا رسول الله وجدته منكس الرأس يبكي على نفسه إذ حبطت أعماله، فما أسلم إلا يرغب النجاة، ولكن صوته فوق صوتك يا رسول الله فقد حبطت أعماله وهو من أهل النار. يقول: قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: انطلق إليه وقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة، ولكنك من أهل الجنة، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هكذا كان أصحاب رسول الله. وتعطينا معلما لطيفا هنا أن من منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعاملهم مع هذا القرآن أنهم يطبقون القرآن على أنفسهم، ليس كحال كثير من الناس تنزل الآيات: لا يغتب بعضكم بعضا، إلى غيرها من الأوامر، التحريم للربا، التحريم للنميمة، التحريم لكذا، يظن أن المخاطب بها أقواما آخرين، ليس هو. ثابت لما نزلت وعلم أن صوته فوق صوت النبي قال: أنا المخاطب بها وأنا الذي نزلت في، فبكى رضي الله عنه وأرضاه. منهج فريد في تعامل أصحاب رسول الله مع هذا القرآن العظيم. ولهذا أثنى الله على أبي بكر وعمر في قوله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن التقوى لا تحصل إلا بعد امتحان وابتلاء واختبار يمتحن الله سبحانه عباده بها. كثير من الناس يقول جمع من السلف كالحسن وغيره: الناس في العافية سواء، ولكن إذا جاء الابتلاء تميز الصادق من الكاذب. الناس في العافية سواء، فإذا حصل الابتلاء تميز الناس. ولهذا تجد كم نجد من رغد العيش، في رغد العيش الناس سواسية، لكن إذا حصل الابتلاء بحادث بمصيبة بغيرها عرف من ثبت وصبر واحتسب ممن تسخط على ربه وجزع. ولهذا جاء الثناء على هؤلاء الذين هم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة لذنوبهم
وأجر عظيم على أعمالهم الصالحة. أولئك لقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفرحون بقدوم الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من طبيعة الأعراب لم يجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة ليتأدبوا بأدب التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يأتون إلى بيته فينادون: يا محمد اخرج إلينا. ومن اللطائف الغرائب في حسن تعامل النبي مع بعض الأعراب مع جفائهم في قصة الرجل الذي بال في المسجد، أعرابي دخل إلى المسجد ثم احتاج إلى قضاء الحاجة فوجد المسجد واسعا فذهب لناحية المسجد يبول فيه، فانطلق الصحابة: كيف يبول في داخل المسجد؟ وأرادوا أن ينهروه، قال النبي: دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله. وجلس يبول، فلما انتهى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا. وأدبه النبي، قام هذا الأعرابي يصلي ثم قال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تحجرت واسعا، رحمة الله واسعة ستسعني وتسعك وتسع الخلق كلهم، ونسأل الله أن نكون من المرحومين برحمته. أدبه، ولهذا قال هذا: فما نهرني النبي ولا كهرني ولكن أدبه النبي. ورد في قصة حديث صفوان أن زر بن حبيش جاءه سائلا له: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهوى شيئا، يعني في الحب؟ قال: نعم، جاء أعرابي ثائر الرأس ينادي بأعلى صوته: يا محمد يا محمد. قال له الصحابة: أغضض من صوتك فإنك بين يدي رسول الله. قال: والله ما أغض من صوتي. سمع النبي مقالته، فقال النبي: ها أم بنفس صوت الأعرابي صوت مرتفع، ها أنا ذا، فما تريد أنت؟ قال له: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب القوم ولما يلحق بهم. قال له النبي: أنت مع من أحببت؟ قال الأعرابي: فأنا أحب الله ورسوله. إذن أنت مع من أحببت. يقول أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث العظيم. ونسأل الله أن يوجد في قلوبنا حبا لله ولرسوله ولأصحابه، لعلنا أن نحشر مع هؤلاء القوم. جاءت: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. كان الأولى أن يتأدبوا لا أن يرفعوا أصواتهم، أدب عظيم. ولذلك قال جمع من السلف: في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي رفع الصوت، وبعد وفاته لا ينبغي رفع الصوت عند قبره باللغط لأنه أدب وسمت في حسن التعامل مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أدب ثالث أدبنا به الله في هذه الآية، وهو مبدأ عظيم، إنه التثبت في الأخبار وعدم الجراء الجري وراء الشائعات والكذب. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين. ولماذا وصف الناس بالإيمان؟ لأن الإيمان يؤثر، إذا خوطب الإنسان بأعلى صفة فيه: يا أيها العاقل، يا أيها الذكي، يا أيها الكذا، كأنك تستثيره، وينبغي لك ألا تجري وراء هذه الأخبار التي تلقى إليك وراء الشائعات. يؤمر بالتثبت في صحة أو من صحة الأخبار التي تنقل لكل إنسان. الله أكبر، كم ينقل لنا من الأخبار عن طريق الوسائل الإعلام، عن طريق الجلسات، عن طريق الزيارات، عن طريق الاجتماعات، عن طريق العمل. كلما جلسنا مجلسا تسمع أخبارا عديدة منوعة، ولكن جيء لنا بالأدب العظيم ألا نسير وراء هذه الأخبار نصدق كل شيء منها، وإنما لابد من التثبت من كل خبر. ومشكلتنا في عصر أصبحنا نقول: حدثنا من أثق به، وإذا هي كذب ودجل. ونحن في حاجة إلى تمحيص هذه الأخبار صغيرها وكبيرها، سواء كانت تتعلق بالأمة على وجه العموم، أو تتعلق بالأفراد، أو تتعلق بعلاقات الإنسان مع أهله وأقربائه وغيره.
كم كان لهذه الأخبار من الآثار العظيمة في إثارة القلاقل وإثارة الشحناء وإثارة العداوات، بل إثارة المعارك والقتل والسب والشتم وتفرق القلوب وعدم ترابطها بسبب الأخبار الكاذبة. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الفاسق، أن المؤمن لا ينقل إلا خيرا، أما الفاسق فقد ينقل صحيحا وقد ينقل كذبا، ولهذا ليس كل ما ينقله الفاسق يعتبر كذبا. قال الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني لا بد من التثبت من خبره. هذا مبدأ يجب أن نأخذه على أنفسنا جميعا، والسبب لما لهذه الأخبار من التمزيق، تمزيق المجتمع وصيانته من التفرق، وألا تشتعل فيه الفتن. هذه نقل الأخبار وإشاعتها هي من صفات المنافقين والكفار، وهي صفة ذميمة. الأخبار الكاذبة والأخبار التي ليست صحيحة ليست من صفات أهل الإيمان أن ينقلوا كل شيء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ليس كل ما تسمعه يكون صحيحا، ولا يجوز لك نقله إطلاقا إلا بعد التثبت منه، وهذا واجب علينا أن نتثبت. وبعض الأخبار يجب وأدها من أصلها، وأدها من أصلها، نظرا لأنه الحديث والسؤال عنها يثيرها ويشيعها وتنتشر بسببها. وسبحان الله، إني أتأمل مثالا بسيطا، لو حدث في المسلمين حادثة مفزعة، سواء مثالا بسيطا مرض عالم من العلماء، أو حدثت حادثة في الطريق، ستجد الذين شاهدوه كم ينقلونه بصور متعددة، ذاك يقول مات فيه عددا كبيرا، وذاك يقول حدث فيه أنه الحادث ليست لسيارتين وإنما لخمسين سيارة، وآخر يتوقع مئات قد ماتوا، وآخر ينقل شاهدت جرحى وشلت، وإذا هي ليست كلها مجرد توهمات وتخرصات. إذن الواجب على المسلم ألا ينطلق لمثل هذه الأخبار يشيعها وأن يصغي إليها، بل واجب وعدها. سبحان ربي، إني أتأمل حادثة الإفك، تلك الحادثة العظيمة التي والله تحتاج إلى وقفات ووقفات، ولعل الله أن ييسر درسا مستقلا ومحاضرة حول حادثة الإفك التي تتعلقت بأشرف نسب وبأطهر امرأة، زوج النبي، وتعلقت بشخصيته، ومع ذلك اتهمت بقضية الزنا. وسبحان الله، يشيع هذا الخبر المنافقون في الناس ويتلقاه المؤمنون بسبب تأثر بهذه الشائعات العظيمة. والله قد قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا إفك مبين، وبين الله سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم، مبينا أن الناس قد تأثروا به وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وحادثة الإفك سيكون لها حديث ولن أقف معها. إذن بعد قضية أدب إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ذكر في سبب نزول هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحد الصحابة لقوم ليأخذ زكاتهم، وكانوا قد أسلموا، كانوا قد أسلموا رضي الله عنهم وأرضاهم، ووعدهم سيدهم أنهم يأتونه في وقت كذا وكذا لأجل أن يأخذوا الزكاة، يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليأخذ، وأظنه أرسل الوليد. ولما أرسله في أثناء الطريق كان تأخر عليهم الوليد، فجاء قوم خشيوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تغير عليهم أو أنهم عصوا الله ورسوله، فجاءوا بوفد. ولما رآهم هذا الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم خاف منهم، فرجع إلى رسول الله، قالوا يا رسول، قال يا رسول الله إنهم نكلوا علي وإنهم لم يعطوني. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعد جيشا لقتالهم، ولذلك جاءت أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأمر المسلم بالتثبت في الخبر،
نظراً للخطر المترتب عليه. عندنا مبدأ آخر وهو مبدأ عظيم جداً، وهي قضية الإصلاح. ويعطينا معلماً أن المجتمع المسلم لا بد أن يحدث فيه شيء من الشحناء، شحنة بين القبائل بعضها مع بعض، شحنة بين الأفراد بعضهم مع بعض، شحنة بين الجيران، شحنة بين المسلمين على اختلاف أفرادهم. وإذا ما دامت ستقع والشيطان يغذي هذه الأمور، فلا بد أن نتأدب بأدب الإسلام، وهي قضية الإصلاح بين الناس. والله يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. جاءت بعدها فضلا من الله ونعمة: والله عليم حكيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إنه وجوب الإصلاح بين الناس، وهذا أمر لا بد منه، وليكن ديدن كل مسلم أن يسارع إلى قضية الإصلاح. فإصلاح يحتاج إلى أن يسارع فيه العلماء، وأن يسارع فيه الوجهاء، وأن يسارع فيه الأمراء، وأن يسارع فيه طلاب العلم، وأن يسارع فيه المطاعون والسادة. لا بد من قضية الإصلاح بين الناس، نبدأها أولاً بالإصلاح بالأسلوب الأمثل والأسلوب اليسير، ونرغب الناس في طاعة الله تعالى، ونذكرهم بما هم فيه من الإيمان والصلاح والتقوى. ولهذا لما حدث القتال بين الصحابة بين الأوس والخزرج، وأخذ ينادي بعضهم بعضا في قصة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. قالوا: إنه حدث تلاحم بين الأوس والخزرج، جاء رجل يهودي شاب حفظ أبياتا في سب الخزرج وفي أبيات في سب الأوس، وألقاها بين أظهرهم فثارت حميتهم، ثم تواعدوا في مكان حتى يقتتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. علم النبي، انطلق مسرعا ليصلح بينهم، وقف بين أيديهم وسيوفهم مصلتة، كل يريد أن يقتل أخاه. لما رأوا النبي استحيوا. قال النبي بين أظهرهم بعد أن وعظهم وذكرهم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا ويضرب بعضكم رقاب بعض. ذكرهم بالله، سقطت السيوف من أيديهم وعيونهم تنهمل بالدمع رضي الله عنهم وأرضاهم. وأحدهم يقول: الحمد لله الذي لم أقتل مسلما فأدخل بسببه إلى النار. هذه قضية الإصلاح، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بسلوكه صلوات الله وسلامه عليه. إن قضية خبر الفاسق ربما أدى إلى قضية القتال بين المسلمين. ولهذا كم للأخبار التي ينقلها الفساق تكون سبباً في ذلك. أليست النميمة خبر؟ وهو من أعظم الفساق النمام الذي يقصد الإفساد بين الاثنين، يأتي لهذا ثم يقول: سمعته يقول فيك كذا وكذا، ثم ينطلق للآخر يقول: جلست مع صاحبك وإنه تكلم فيك وتكلم. غدا لا يسلم بعضهم على بعض، غدا لا يحب بعضهم بعضا، لأنهم سمعوا خبر هذا الفاسق النمام ففرق بين القلوب. وربما أدى إلى معلم أعظم وأعظم بقضية القتل والفتك بسبب هذا الأمر. تذكر قصة من اللطائف: اشترى رجل رقيقا وذكروا بأن عيبا فيه وهو النميمة، فقال: لا يهمني، وكان سعره رخيصا. وكان بسبب ذلك حدثت مشكلة عظيمة. جاء للزوجة وقال لها: إن أردت أن يحبك الزوج حبا جما فإن خذي عشعرات من لحيته وقصيها وأتي بالموس ثم خذيها واحتفظي بها يحبك حبا جما. علمت المرأة بهذا الخبر وانطلق إلى الزوج قائلا له: إن زوجتك ستقتلك وستأتيك في الليل ومعها الموس، سترى ماذا ستعمل. نام وهو ينظر بطرف خفي، وإذا بالمرأة جاءت بالموس وجاءت بها إلى اللحية، فظن أنها قاتلته فقام فقتلها.
ثم تبين سببه النمام إن جاءكم فاسق بنبأ. ولهذا جاء من ثمار أخبار الفساق ومن ثمار النميمة قد يحدث قضية القتال، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. جاء بعد قضية الإصلاح باللطف، وهو أن القتال يكون سبباً لأي شيء، إنه سبب للفتك، يعني القتال سبب لتفريق الأمة وتحزيبها بدلاً من أن تكون أمة واحدة. ربما لا يقبل المتقاتلون ولا يصطلحون، فتأتي تنصح هذا فلا يقبل وتنصح هذا فلا يقبل. جاء الأمر بالقوة على ولي الأمر، فإن بغت إحداهما فقاتل التي تبغي، ووجب عن فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله. جاء الأمر بقتالها وألا يسكت عليها، ووجب على المسلمين أن يدخلوا في الجيش الذي يقاتل الباغية، ويعتبر فيه الأجر والثواب من عند الله في قتال هذه، ليعطي أن المجتمع المسلم مجتمعاً مترابطاً متكاتفاً متراحماً، ومن أراد أن يفرقه فليس له إلا القتل، ولئن كان صالحاً مؤمناً تقياً، لأنه قد بغى وخرج عن منهج الوحدة الإسلامية التي أمر الإسلام بها. ولذلك قاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم جاءت فإن فاءت جاء الأمر بقضية الإصلاح وبقضية التآلف والترابط، ليصبح إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الأمر بالإصلاح أولا، وبعد رجوعها نؤمر بالإصلاح، والسبب لسحب السخيمة التي في القلب والوحشة التي توجد في القلب، حتى يرجع المجتمع متآلفا مترابطا متراحما متوادا. وقضية الإصلاح الكلام فيها يطول ويحتاج إلى درس، كل مبدأ أذكره هو يحتاج إلى محاضرة مستقلة، لكننا نعرج ما نستطيع عليها تعريجا سريعا. مبدأ آخر، وهو الذي ذكرناه في قضية حرمات العظيمة التي تعظيم حرمات المسلمين، وتعظيم الحرمات المسلمين مبدأ من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المسلم. إن المجتمع المسلم مجتمع شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم وغيره، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أكد هذا المعلم كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ثم يقول النبي: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يشهدهم على إرساء هذا المعلم العظيم. بدأ في قضية التحريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وفي الآية التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ذكر الله في هذه الآية، في هاتين الآيتين، ست صفات ذميمة، ست صفات ذميمة ليست من صفات أهل الإيمان، وإنما صفات أهل الإيمان ألا توجد فيهم عكسها هي صفات أهل الإيمان. قضية السخرية، ذاك المعلم الذي ينبئ عن غرور وتكبر وعن استنقاص للمسخور به، تلك السخرية التي تحدث في بعض من الناس. نقول تلك السخرية التي تحدث في المجتمع متى انتشرت خطرها كبير. قد يسخر الغني من الفقير، كم من الأغنياء ربما يتأفف إذ ينظر إلى الفقير حوله قريبا منه، ولا يتمنى السلام عليه ولا النظر إليه،
نظرا لتكبره في قضية الغنى، وبين أن هذا أدب ليس أدب الإسلام. منها كذلك قضية القوي أمام الضعيف، منها الصحيح أمام السقيم، منها الذكي أمام البليد. ربما بعض الناس رزقه الله ذكاء في دراسة وحفظ للقرآن وغيره، يرى بعض إخوانه أقل منه رتبة فيسخر منهم ويستنقصهم ويستهزأ بهم. وربما انتقل هذا الداء من نساء لنساء، تلك قد تكون المرأة أعطاها الله شيئا من المال، لبست كثيرا من الجواهر ولبست الحلل والألبسة الجميلة، ثم تكبرت على أخواتها الضعيفات اللاتي لا يجدن ذلك الشيء. ذاك أدب. بين أن القاعدة عسى أن يكونوا خيرا منهم، عسى أن يكن خيرا منهن. وقد ثبت عن النبي معطينا معلما حديث عظيم والله يحتاج إلى وقفات. هذا الحديث ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي، حديث عظيم. مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي جالسا مع الصحابة، فقال النبي لهذا الرجل بعد أن مر هذا الرجل رؤي عليه آثار الأبهة، وكان من أشراف الناس، عليه آثار الثرى ويعرف نسبه ويعرف مكانته ومنزلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي جالس معه: ما تعد، ما رأيك في هذا الرجل، وما تعدون هذا الرجل فيكم؟ فقال هذا الرجل: والله إن هذا الرجل من أشراف الناس، حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، تقبل شفاعته، وإذا دخل إلى بيت يطلب الزواج يزوجه الناس. سكت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر وكان عليه هيئة الضعف والفقر، وهو من فقراء المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أو لغيره: ما تعدون هذا الرجل فيكم؟ قالوا: هذا مسكين، فقير من فقراء المسلمين، حري إن خطب من الناس ألا ينكح، وإن طلب شفع لأحد ما تقبل شفاعته أصلا. فقال النبي مرسيا معلما عظيما: إن هذا، يعني الضعيف، خير، والفقير خير من ملء الأرض من هذا الرجل الأول. هذا الرجل الفقير الذي لا تنظرون إليه نظرة احترام ولا تقدير خير من ملء الأرض من هذا. هذا هو منهج الإسلام، وهذا هو المنهج الذي أعطاناه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول لأحبتي إن الواجب علينا، عليك أخي المسلم، مهما أحسنت الظن في نفسك ورأيت أنك خيرا من غيرك بحفظ قرآن، بطلب للعلم، بدراسة إلى غيره، بجاه منصب، فإنه يوجد في الدنيا من هو خير منك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له، لا ينظر الناس إليه، لو أقسم على الله لأبر قسمه، لو أقسم على الله لأبر قسمه. إن السخرية من أعمال الكفار والمنافقين وليست من أعمال أهل الإيمان. والدليل عليه نوح عليه الصلاة والسلام كان يصنع الفلك، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وهو يقول: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. وذكر الله في كتابه في قوله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. إن قضية الضحك بأهل الإيمان والصلاح والاستقامة معلم للسخرية والاستنقاص، وهي ليست من صفات أهل الإيمان بل من صفات الكفار لظاهر هذه الآية. والله قد قال في كتابه في حال المنافقين: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إن الإنسان الواجب عليه وواجب على الناس كلهم أن لا يزن الإنسان بمظهره ولا بصورته ولا بماله ولا بمنصبه. إن الميزان هو تقوى الله تعالى. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.
كما ثبت في صحيح مسلم. وجاءت الأمور التي بعدها. هناك ما دامت السخرية قد تحدث عند الإنسان فتحتاج إلى قد ذكرنا سببا أن السخرية من أسبابها قضية الكبر وإعجاب الإنسان بنفسه أو الإعجاب بعمله. نبين أولا أن يستشعر المسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة مثقال حبة من كبر. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. قال: إن الله يحب جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني استنقاصه وعدم قبول الحق. إذن السخرية بالناس والاستهزاء بهم وازدراؤهم إنما يكون من المتكبرين. فالمتكبر ينظر إلى نفسه بأنه قد بلغ الكمال، وينظر إلى غيره بعين النقص والازدراء، فلا يغرى غيره أهلا للاحترام ولا إلى التقدير. ونقول: كفى المستهزئ إثما أن يسخر بالمسلمين وبالمؤمنين وأن يحتقرهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إن الاحتقار المسلم يدل على الكبر الذي يوجد في صدر الإنسان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. بيّن الله سبحانه وتعالى وصية لقمان لابنه حين قال له: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وجاء الأمر: واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين إلى غيره. كل هذه تنسخ قضية الكبر، وأن من صفات أهل الإيمان أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة من حال المتكبرين المتغطرسين كما ثبت عنه في صحيح البخاري ومسلم: بينما رجل في حلة تعجبه، يعني يمشي، بينما رجل يمشي في حلة تعجبه، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. مشى متكبرا متغطرسا فخسف الله به الأرض، والسبب لأنه متكبر. ويعتبر الكبر هو مرض من أمراض القلوب تجلبه لصاحبها سخط الله تعالى وغضبه. ولذلك الواجب على المسلم أن يبتعد عن ذلك. الكبر مرض ناشئ عن مرض أولي قالوا إنه الإعجاب والعجب، وللعجب كذلك أسباب، منها ظن المرء بنفسه أنه بلغ الكمال، سواء في علم أو في نسب أو في جاه أو في سلطان أو في مال أو ولد أو غيره. ولهذا وجب على المسلم أن يبتعد عن هذا المرض الخبيث الذي يؤدي إلى تنقص الناس وازدرائهم، وذاك خطر عظيم. من الأمور والآداب التي يجب أن نبتعد من الآداب التي تؤدب بها والأمراض التي يجب أن نبتعد عنها إنه الظن السيء والتجسس والغيبة. جاءتنا هذه في هذه الآية الكريمة: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وسبحان الله، جاءت كثير من الظن إن بعضه قد يكون إثم، فنلغي هذا البعض، نلغي كثير الظن كله من أجل هذا البعض الذي قد يوردنا إلى الإثم، مما يعطينا أن الأصل في الناس هي السلامة من هذه الأمور. ولذلك أضرب لكم بمثال بسيط: بعض من الناس واقع قد يسلم شخص فيفرح الناس به، فيأتي بعض الناس يقول: سبحان الله، قد يكون هذا الشخص ليس صادقا في إسلامه، قد يكون منافق، قد يكون كذا. الله يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
فأصبح هذا الظن إثما ليس لنا إلا الظاهر، وما ظهر لنا نعامله. إن الظن السيء بالناس يحمل على قضية احتقارهم والسخرية بهم، كما يحمل الظن السيء على أمراض كثيرة. الظن السيء يحمل على السخرية، يحمل على الاحتقار، يحمل على الهمز وعلى اللمز، يحمل على قضية التجسس، يحمل على قضية الغيبة بالناس. فإنك تتكلم به لأنك ظننت به ظن سوء، ولهذا الظن هو التهمة من غير دليل. الظن هو أن تتهم الشخص بغير دليل، كأن يتهم الإنسان بعضهم بفاحشة أو غيره، والشيطان ما أسرع ما يقدح في قلب الإنسان سوءا. فتجد الإنسان خرج من بيت أو معه امرأة، قد يأتي الإنسان الشيطان يقول سبحان الله لعل هذه سوء أو غيره. ولهذا لما خرج النبي يقلب صفية وكان في معتكفه، واقفا معها النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد يحدثها، مر اثنين من الصحابة رضي الله عنهم فأسرعوا، قال النبي على رسلكما إنها صفية. قالوا سبحان الله يا رسول الله، أنحن في شك منك حتى نتهمك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وخشيت أن يقذف في قلوبكما. صحابة ومع ذلك خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقلب في نفوسهم السوء، مما يدل على أن الظن السيء ما أسرع ما يخطر على قلب المسلم كائنا من كان. فإذا كان النبي خشيه على أصحابه فنحن من باب أولى، الواجب علينا أن نخشى ذلك. وأقول لأحبتي، إن كثيرا من المسلمين أو بعض من الناس يبتلون بقضية الظنون السيئة. رأى إنسانا غريبا عليه السلم، قال هذا ربما يكون ظن سيئا في خلقه، سلم علي لمقصد سيء. في زوجته يتهمها بالسوء ودائما يظن بها سوءا، حصل تليفون ضرب الباب أو غيره اتهمها بسوء. في أولاده دائما يظن بهم السوء ويفتش جيوبهم ومخابيهم، لعلهم سرقوا، لعلهم أخذوا، لعلهم. نقول اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. هذا أدب عظيم أدبنا به. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قضية الظن، فقال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ويعتبر الظن السيء من صفات المنافقين، فإن الله وكذلك من صفات المشركين، كما في قوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. فالكافرون والمنافقون هم الذين يظنون الظن السيء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين. إذن الواجب علينا أن نخالفه وأن نبتعد عن الظنون السيئة، وأن نحمل دائما، نكون دائما متفائلين، لا أن نكون متشائمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فنصبح نظن ظنا طيبا ونبتعد عن ظن السوء والظن الذي فيه الإثم، لأنه لا خير فيه. أدب آخر إنه التجسس، وهو محاولة هتك ستر الآخرين والبحث عن عوراتهم. ولا يجوز للمسلم أبدا أن يتتبع عورات أخيه المسلم ولا أن يبحث عن عيوبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك أشد التحذير بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وكذا العكس من فضح مسلما فضحه الله في الدنيا والآخرة. مبينا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، أنه لا يجوز للمسلم أن يكشف عن عورات المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه
ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتاب المسلمين ولا تتتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم اتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته، كما رواه أبو داود في سننه. إن تتبع عورات المؤمنين خلق ليس من أخلاق أهل الإيمان، وإنما هو من أخلاق المنافقين. ولذلك نهى النبي عنه، نهى الله عنه بعد قضية الظن السيء. والسبب لأن القلب إذا أشرب سوء الظن حمله على قضية التجسس. كم من الناس يطل على بيت جاره ويطلع عليه بغير إذنه، كم من الناس يطلع على أهله يتجسس عليهم ويدخل عليهم غيلة من باب لعله يجد عندهم سوءا وخلا، ونعوذ بالله أن يكون في قلوبنا هذا المعلم. إذن الواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الصفة الذميمة، إنها التجسس وتتبع عورات المسلمين. وكم من الناس ربما أطلق بصره فيما لا يجوز عليه، أو تجسس على الناس في حديثهم، أو تجسس على الناس في اطلاع على عوراتهم أو على أعمالهم أو على غيره. الواجب على المسلم أن يبعد عن نفسه سوء الظن ويحمل الناس على المحمل الطيب. نهى الله في كتابه عن قضية الغيبة: ولا يغتب بعضكم بعضا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وفي أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في أخيك ما تقوله فقد اغتبته، وإن لم يكن ما تقوله فقد بهته. فأصبح الإنسان لن يخرج من الإثم لا محالة. بعض من الناس يجلسون في مجلس ويتكلمون في أحد من المسلمين، وتقول له: أخي المسلم، لا يجوز لك أن تتكلم. قال: والله ما قلت إلا شيئا فيه، وما زدت عن شيء هو فيه موجود. نقول: هذا بيت القصيد، تلك الغيبة التي حرمها الله في كتابه: ولا يغتب بعضكم بعضا. لقد قبح الله لنا قضية الغيبة، وصورها بأبشع صورة تنفر منها النفوس المؤمنة، في قوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل أحد منا يستطيع أن يقطع من لحم أخيه شيئا؟ لا، وهو ميت. لا وربي، إن أحدنا لا يمكن أن يجلس على جيفة مؤمن يقطع منها ويأكل. ثم قال: فكرهتموه، أنتم تكرهون أن تأكلوا من الجيفة، كيف إذا كان أخا لك مسلما مؤمنا؟ فهذه الطباع تنفر منه. إذن الواجب عليك أن تنفر من الغيبة صغيرها وكبيرها. سبحان ربي. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أنس عند أبي داود وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي إلى السماء مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. إني أرى عجبا، فقد ورد في سنن أبي داود وعند الترمذي أن عائشة رضي الله عنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها تحدثه عن إحدى زوجاته وهي صفية رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: يا رسول الله، حسبك منها أنها قصيرة، حسبك منها أنها قصيرة. هذا اللفظ قل ما يسلم منه أحد. إذا جئنا نصف إما طويل أو قصير أو شكله أو رجله أو كذا، ما أسرع ما ينطلق. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. كلمة هذه يسيرة، ما أسرع ما تنطلق على اللسان، ويظن الإنسان أنها سهلة، وهذا والله من الخطر. إذن الواجب على المسلم أن يمسك لسانه فلا يطلق. كثير من الناس يقولون: هي حديث الركب، ننطلق به ونتكلم ثم ينتهي الأمر عنده. نقول: لا وربي، إن هذا الأمر أمر محرم على المسلم إطلاقا، لا يجوز له إطلاقا أن يطلق لسانه بقضية الغيبة، لما يترتب عليها من الخطر في الدنيا وفي الآخرة.
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث خطر هذه الغيبة، وفي قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى آخر الحديث، يعطينا أن هذا الأمر ما يجوز للمسلم أن يطلق لسانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، والحديث في الصحيح البخاري وغيره، وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ بن جبل رضي الله عنه أمسك عليك هذا، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، دل على أن الناس يقعون في النار بسبب قضية اللسان. بعد أن معلم آخر أرسي لنا مبينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بين الله في كتابه أنه أصل ضخم عظيم، إنه قضية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا معالم في ميزان الناس، كان الصحابة يعدون المفلس فيهم من لا دينار عنده ولا درهم، بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم المفلس الحقيقي. كانت العرب في الجاهلية تنظر إلى معلم آخر أن المنزلة ليست إلا لأكرم الناس نسبا وأعلاهم مالا وأكثرهم منصبا. جاء الله بمنهج عظيم، وجاء الإسلام ليبين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بهذا يجب أن يزن الناس بعضهم بعضا، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلنه واضحا في سلوكه، لقد كان زيد بن حارثة وهو من الموالي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه كذلك أسامة وكان أسود كان يسمى ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يجرأ أحد أن يدخل على رسوله في الملمات إلا مثل هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم وكانت لهم من المنازل. أصبح الميزان هو التقوى، العمل الصالح، إن الإيمان والتقوى والعمل الصالح خير من ملء الأرض من ذلك الغني الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون هذا الرجل فيكم، وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله رب أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبر قسمه، لو خرج وحده وأقسم على ربه أن ينزل المطر أجاب الله دعاءه وأنزل المطر، والناس لا يزنون لا ينظرون إليه ولا يعبؤون به. هذا المعلم جاء يبين لنا أمرا عظيما، إنا خلق يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجاءت أن أصل الناس واحد، أبوهم آدم وأمهم حواء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، وكان هذا الميزان هو الميزان الذي رسى وعمل به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، شرف من ليس عربي بإيمانه وتقواه. وأصبح في الدرك الأسفل أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم لكفره وإعراضه وإلحاده، فأصبح الميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم، معلم التقوى معلم عظيم وليس هينا، وبينه الله سبحانه وتعالى في قوله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والله قد قال لما ذكر زين للناس قال قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات، وأصبح الذين اتقوا لا ينظر فيه إلى موازين أخرى وإنما الميزان التقوى. التقوى قالوا بأنها أن يجعل الإنسان بينه وبين عقوبة الله وقاية، وتصبح التقوى معلما ضخما عظيما يجب على المسلم دائما أن يكون حريصا عليه. ذلك المعلم الذي أقول إن كثيرا من المسلمين أغفلوه،
ونسوه. وبعضهم يقول التقوى هاهنا ويشير إلى صدره، ولكن سلوكه العملي يخالف التقوى مخالفة كلية. إن بعض الناس يظن أن التقوى ليست إلا في القلب، وليس هنالك ميزان للعمل، ذاك من الجهل. إن الذي قد اتقى الله تعالى يجب أن يكون لتلك التقوى آثاراً عظيمة على جوارحه. وهذه التقوى كيف تكون لها آثار؟ بمظهره، بخلقه، بسلوكه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. من لا يصلي صلاة الفجر ولا يحضر مع الجماعة يصلي معهم ويدعي التقوى، نقول كذبت. إن التقوى لو كانت في قلبك موجودة لكنت من أحرص الناس على صلاة الفجر وعلى المواظبة على الطاعات. إن من يدعي أنه على تقوى وصلاح ولكنه لسانه مطلقه في المحرم، ومجالسه يجلس عند المعاصي والآثام، ثم يقول أهم شيء صلاح القلب، نقول رويدك، ليست التقوى مجرد دعوة، إن التقوى لها آثار عظيمة وهي السلوك العملي. ذكروا قضية التقوى، أن التقوى قالوا في تعريفها عرفت بتعاريف عديدة. قالوا من تعاريفها عرفت بقضية الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ذكر ذلك الإمام ابن القيم في مدارج السالكين. ونقل عن علي بن أبي طالب أن التقوى ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالطاعة. وقيل إن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وقيل التقوى ألا يراك حيث نهاك، يعني ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفقدك الله حيث أمرك. وقال بعض السلف: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا من الوقوع فيما فيه بأس. لقد سأل عمر بن الخطاب أبي بن كعب عن قضية التقوى، فأجابه أبي رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا عملت؟ قال: شمرت واجتهدت، يعني رفعت ثوبي ونظرت موقع قدمي لئلا أطأ شيئا من الشوك. قال: فذلك التقوى. قال: فذلك التقوى، مبينا أن هذه هي التقوى الحقيقية، والله قد أمر بها في كتابه في غير ما آية: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي جيوشه إذ تنطلق هنا وهناك بقضية تقوى الله، لأنهم في حاجة إليها. بل وما من مسلم إلا ويحتاج أن يكون قلبه مليء بالتقوى وأن يكون ممتثل. ونعوذ بالله أن نكون من قوم إذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم العزة بالإثم. والله قد بين في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وبين أن من ثمار التقوى عديدة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك في قوله في كثير من الآيات بينت ثمارها: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، إلى غير ذلك من الآيات. وبين إن الله عليم خبير، أي سبحانه وتعالى عليم بالمتقين، لأن التقوى قلبية وهو مطلع عليها وخبير بمن هو عامل بها. وكيف لا وهو القائل: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ونعوذ بالله أن نكون من قوم يزكون أنفسهم بالأعمال وغيرها. نعتذر لبقية معالم السورة، ولا شك بأن كما قلت سابقا هذه السورة تحتاج إلى 10 محاضرات وليس لمحاضرة واحدة، لأن كل واحد من عناصرها يحتاج إلى شيء من التفصيل. أمررنا بها على عجل ونحن على يعني سرعة من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله. في ختام كلمة هذه أعيد فأثني بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية على احتوائها مثل هذه الدورات العظيمة، وأقول لأحبتي: عجبت من أمر، وأسأل الله ألا يغير ما نحن فيه من الخير، وأن يزيد علينا خيرا وصلاحا وإيمانا وتقوى،
وأن يصلح قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالعمل بدينه والتمسك بشرعه. منذ سويعات اتصل بي بعض الأحبة من خارج هذا البلد، ونصحته نصيحة بالحرص على العلم والسماع لأشرفة العلماء من مشايخنا الكبار في الدروس العلمية، وسمعت وشعرت بأنه متأثرا يكاد يبكي، فقال لي كلمة لن أنساها أبدا، قال: إن بين أيديكم العلماء ونحن لا نراهم بين أيدينا، وسلوا الله أن يديم عليكم هذه النعمة وأن يبارك لكم فيها. وقلت: لا شك بهذا الأمر، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم هذا العلم وما بين أيدينا من العلماء، وأن يبارك في جهودهم، وأن يمدنا من هذا الخير، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع. وليس العلم هو لمجرد التعلم فقط أو للحصول على جائزة وغيره، وإنما المقصود من العلم أن يترجم الإنسان هذا العلم سلوكا عمليا. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الكلمة أن يرزقنا وإياكم الصلاح والإيمان والتقوى. اللهم اجعلنا ممن يتعلم كتابك ويعمل به، اللهم اجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نسألك أن تصلح أئمتنا وولاة أمور المسلمين، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، معزين لمن أطاعك مذلين لمن عصاك. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بتحكيم دينك في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الكتاب وهذا القرآن حكما بيننا في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تجعل ألسنتنا رطبة من تلاوته، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذرية صالحة تقرأ هذا القرآن وتعمل به، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لفضيلة الشيخ عمر، ولعلنا أن نستأذنه في طرح بعض الأسئلة وإن كان الشيخ مشغولا جزاه الله خير بعد الصلاة بمحاضرة في مكان آخر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يجزيه عنا خير الجزاء. يقول فضيلة الشيخ: نخبرك ولله الحمد أن هذه المحاضرة يحضرها عدد من الشباب الذين من الله عليهم بالتوبة في شهر رمضان، فهل من كلمة لأولئك؟ أقول لأحبتي: أسأل الله أن يرزقني وإياكم توبة نصوحة. وليست التوبة لهؤلاء، بل كلنا والله محتاج لهذه التوبة. وهناك معلم في هذه السورة وهو معلم التوبة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، كيف بنا نحن وما أكثر المعاصي التي أحدقت بنا؟ وأسأل الله في هذا الجمع الطيب المبارك أن يرزقنا وإياهم الثبات على دينه. أوصي أحبتي هؤلاء بوصايا سريعة. أولها: أقول لأحبتي إن عليكم أن ترتبطوا برفقة صالحة تعينكم على ذلك، والله قد أمر رسوله في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذا كان هذا الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فنحن كلنا من باب أولى أن نحرص على الرفقة الصالحة. أمرا ثانيا: أقول لأحبتي: دعوا أصدقاءكم السابقين الذين كنتم تجلسون معهم على معاصي وزمر وطرب وضياع صلاة وعدم حرص على طاعة الله، استبدلوا هؤلاء برفقة صالحة يكن لكم خيرا. أمرا ثالثا: ابتعدوا عن مواطن المعاصي، فإن المرور بها والجلوس بها يذكر ماضيك السابق، ولعل في النفس حنينا إليها، كما قال العالم للذي قتل 99 نفسا: إني أمرك بأن تخرج من قريتك فإنها قرية سوء، إن تجلس معهم تعصي الله، انطلق إلى القرية الصالحة فإن فيها قوما تعبد الله معهم. أمرا رابعا: أقول لأحبتي إن علينا جميعا بعد رمضان أن نكثر من نوافل العبادات وألا ننساها. فرمضان صلينا حرصا على الصلوات الخمس، حرصا على قيام الليل، حرصا على الإنفاق، حرصا على تلاوة القرآن، فلا يكن عهدنا بالعبادات هو رمضان ثم إذا ودع رمضان ودعنا هذه العبادة، لا، بل نستمر
ونحرص على العمل الصالح لعل رمضان أن يكون في موازين حسناتنا نزداد به خيرا وإيمانا. منها كذلك حضور حلقات العلم، فإني أقول لأحبتي إننا في هذه البلاد ولله الحمد توجد حلقات للعلم يأوي إليها أو أخيار وصلحاء ويقوم بتدريس فيها علماء ربانيون. نسأل الله أن يمد في أعمارهم على طاعته وأن يبارك فيهم، فليس علينا إلا أن نحضر هذه الحلقات العلم لمشائخ كبار جهابذة نجلس بين أيديهم فنستمع الحديث والموعظة ونسمع الآية والخير وكلام السلف فنزداد صلاحا وإيمانا وتقوى. وأعتبر من أعظم وسائل الصلاح والإيمان إنها حلقات العلم. قضية المحاضرة هي توجيه وتربية، ولكن العلم هو المستمر، وأرى أنه ينبغي لكل واحد من أهل الخير وغير الصلاح والاستقامة أن يحضر درسا علميا يستفيد منه يستمر فيه على طاعته، لأنه من الزاد الذي يعين على طريق الخير. هذا يقول فضيلة الشيخ: أنا من بلد غير بلدكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين جميعها. يقول: عندنا في بلادنا يحثون على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإكثار من الاستغفار عند قبره، ويستدلون بقول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فما تعليق فضيلتكم؟ حول قضية المسائل البدع، فلا شك أن مهمة العلماء أن يبينوا للناس خطر البدع، ولهذا قال جمع من أهل العلم: بل هو الحق أن البدع خطرها أعظم من المعاصي، أعظم من الزنا، وأعظم من السرقة، وصاحب البدعة قلما يتوب لأنه يتدين لله ببدعته، أما صاحب المعصية فيعرف أنه عاصي ربما رجع وترك. قضية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة المشروع هو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس قبره، ويسن وينبغي الإنسان إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلا مانع من أن يذهب للقبر فيسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن سلم عليه في داخل المسجد فإنه يعتبر قد سلم عليه صلى الله عليه وسلم وغيره. ونحن جلوس إذ نقول اللهم صل على محمد وآل محمد فهنالك ملائكة تبلغ النبي فيرد علينا صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا أمر النبي بأن نكثر من الصلاة عليه: ومن صلى على النبي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل على محمد وآل محمد. أما قضية الاستغفار فإن هذه الآية كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فما كان أحد من الصحابة إذ ظلم نفسه كان يأتي إلى قبر النبي فيقول: يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله ادعو لي، وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة واستدلال بها الآية في غير موضعها. والصحيح أن هذه الآية كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاءت: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، كان المنافقون يطلب منهم أن يذهبوا للرسول في حياته، لكن بعد وفاته لم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يفدون إلى قبره ثم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم في قبره ويقول: يا رسول الله استغفر لنا، بل هذه بريد شر. ووصل ببعض من الناس أن يأتون لقبر النبي فيقول: يا رسول الله أنا ليس عندي ذرية فارزقني، أنا يا رسول الله ليس عندي مال فأعطني، أنا يا رسول الله ليس عندي كذا. نقول: رويدك هذا الشرك بعينه. ووجد بعض من المسلمين هداهم الله يكتبون ورقات إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرمونها في الحجرة وكأن الرسول سيفتح تلك الأوراق ويقرأ ما فيها، وإذا وجدت فيها إذا هي: يا رسول الله فلان تطلب منك كذا، فلان يطلب منك كذا. نقول: هذا هو شرك الجاهلية، ولئن كان هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله قد أخبر عن رسوله بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره ميتا، والله سبحانه وتعالى أخبر يرد له روحه في بعض الأمور مثل قضية الصلاة والسلام عليه حتى يرد على من سلم عليه صلاة الله وسلامه. لعل هذا هو السؤال الأخير. يقول السائل: ما ضابط الظن في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم؟
ذكرنا الظن يعني في قضية الظن لما قلنا هو توهم شيء غير محقق، مثل ما يتوهم الإنسان عددا من الأمور، كأن يتوهم بأن أو يتخيل بأن أولاده سرقوا من ماله فيصبح كل صباح يفتح جيوبهم ينظر، أن يتوهم بزوجته سوءا ويظن بها فيصبح يتلصص عليها ويتجسس على الهاتف على الباب وغيره. فهذا كله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم بأن الأصل في الناس هي السلامة، وليس الأصل في الناس هو أن نظن بهم ظن السوء. وهذا قال لما قيل اجتنبوا كثيرا من الظن، دل على أن الظن قد يرد على القلب ويصبح بعضه إثم فنقطعه من أصله فلا يقع في القلب سوءا واحتمالا للناس به. ولهذا الواجب على المسلم كما نبهت سابقا أن يبتعد عن الظنون كلها صغيرها وكبيرها، ظن في أهله، ظن في جيرانه، ظن في زملائه، ظن في كذا. سبحان الله، ما أسرع ما يدخل الشيطان إلى القلب فيظن ظن السوء في الناس أو في غيرهم، ثم يكون سببا لتفريق الناس وعدم تآلف قلوبهم. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة شيخنا بعد شكر الله سبحانه وتعالى، ونحب أن ننبه أن في يوم السبت المحاضرة الخامسة بإذن الله، وهي بعنوان فاعلم أنه لا إله إلا الله للشيخ عبد الله المنيف، وفي يوم الأحد المحاضرة السادسة بعنوان تأملات في سورة يوسف للشيخ عبد الله بن سليمان المهنا. وهذا إشكال ذكره بعض الإخوة، يقول السؤال رقم 3 في المحاضرة الثانية، السؤال يقول اذكر 4 من علماء التفسير، هل من علماء التفسير في عهد الصحابة أم التابعين أم من علماء التفسير من أي عصر؟ السؤال من علماء التفسير من أي عصر، تذكر أسماءهم مع بيان مؤلفاتهم التي ألفوها في علم التفسير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.